معانا احمد احمد حاله التهاب ركز هنا. اعصاب طرفيه كانت مؤثره بصي على للدكتور، عضلات ايديه وعلى عضلات رجليه. اقف عادي بقى، قفل طولك كده واقف عادي. بص للدكتور، كانت مؤثره على عضلات ايديه وعلى عضلات رجليه، دلوقتي الحمد لله بيتحرك كويس. ارفع ايدك يا احمد، نزل ايدك، حرك ايدك، اقفل وافتح ايدك. طيب احنا عايزين نشوف المشية بتاعتك. ارجع تمام، ارجع تاني يا احمد كده كويس. قولنا رأيك بقى في الحالة بعد احنا كده بقى لنا 3 أسابيع تقريبا. بص دكتور، كان جاي عامل ازاي وبقى عامل ازاي؟ هو كان جاي محني ومش فاهم اي حاجة في اي حاجة خالص، غير اللي هو بس ستو ومامته واخته واخوه الكلام دوت. فلما جينا هنا يعني بصراحة يعني أول مرة نشوف الأجهزة عند حضرتك، بصراحة الناس هنا وحضرتك برضه وأنتوا بأكمل وجه بقى عارف يعني إيه جنبه اليمين، إيديه اليمين اللي باكل بيها، جنبه الشمال بقى يتحرك زي ما أنت ما شفت كده على إيديه، بقى فاهم دنيته وفاهم حياته. بس برضه يعني طبعا مع حضرتك أكتر هيبقى فاهم أكتر الدنيا دي كلها إن شاء الله. وأخبار المشية بتاعته إيه؟ المشية بدأت تتعدل الحمد لله. الحمد لله الحمد لله، ان شاء الله ربنا يكمل شفاك على خير يا احمد يا رب يا رب. كتر الف خيرك.